بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتحدث اليوم عن نبات تحدث عنه الكثيرين، وذكر داود الأنطاقي أن له 40 فائدة طبية. وحديثا ذكر بعض الأطباء أنه يعالج 100 مرض. نبات اليوم هو نبات الثوم، اليام ساتيفم، وباللغة الإنجليزية جيرليك. هو نبات معروف للجميع، وسأكتفي بالكلام عليه من الناحية الطبية وليست من الناحية الزراعية. معروف منذ الأزل، كثير من أفراد الشعوب الدول النامية كانوا يعلقونه كعقود حول أعناق الأطفال للوقاية من كثير من الأمراض وعلاجا للديدان المعوية والإسهال. الثوم يحتوي على الكبريتات أو عنصر الكبريت في صورة كبريتات الليلية، يحتوي على فيتامين سي وبي 6 والسيلينيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها من المواد المعروفة بقدرتها على مكافحة العديد من أنواع الجراثيم والفيروسات وحتى العدوى الفطرية. ولهذا التركيب تأثيرات عديدة على جسم الإنسان وفوائد عديدة، منها الوقاية من السرطانات وتخفيف آلام الأسنان والعديد من الفوائد. فهو يقي من الأمراض السرطانية، وهو مضاد للأكسدة، بيقوي جهاز المناعة، بيمنع تطور الخلايا السرطانية خاصة سرطان الثدي والبروستاتا والحلق. الثوم يقلل مستويات السكر في الدم والكوليسترول والدهنيات في الدم، الأمر الذي يساعد مرضى السكري بشكل كبير للوقاية من مشاكل الكلى والجهاز العصبي ومشاكل شبكة العين. من الفوائد الطبية أيضا للثوم، هو منبه للمعدة، مطهر للأمعاء، يعمل على وقف الإسهال الميكروبي، بيستخدم شراجيا لإيقاف الدسنتريا، مفيد للأعصاب، مزيل لعفونة الأمعاء، يستخدم أيضا لإزالة حصوات الكلى، وذلك بإضافة فصوص الثوم إلى اللبن، فهو يعمل على إزالة المغص أو يخفف من المغص الكلوي ويعمل على إزالة الحصى الكلوي. كذلك منعش ومفيد في أنواع الربو والكحة. يحضر شراب الثوم وذلك بإضافة معلقتين من العسل الأسود على فصوص مقشرة ومخرطة، وتترك لفترة تتراوح ما بين 2-3 ساعات، ثم يصفى ويؤخذ معلقة من الشراب وقت السعال. أحيانا يستخدم الثوم مع البقدونس وزيت الزيتون وعصير الليمون لطرد الرمل والحصى من الكلى، ويؤخذ في الحالة الأخيرة على الريق. القدماء المصريين كانوا يحضرون منه دهان، يستخدم في علاج الروماتيزم والنقرس واللمباجو. أيضا تم استحضار مرهم منه لعلاج الألام الروماتيزمية الصدرية وألام الشعب الهوائية. وحديثا استحضر من الثوم دواء باسم الأنيدول داخل كبسولات مغلفة لسهولة تعاطيه. كثيرا ما يستخدم عصير الثوم المخفف كمطهر واستنشاقا في حالات مرض السل الذي يصيب أجزاء الجهاز التنفسي المختلفة. الثوم يفيد في بعض حالات ضغط الدم، إذ أخذ منه فص واحد على الريق، علاوة على أنه يزيل بعض حالات الإمساك، كما أنه يفيد في حالات تصلب الشرايين. نقع فصوص الثوم المهروسة في زيت الزيتون وتناول معلقة على الريق يؤدي
لتنقية الكبد من السموم وينشطه ويقضي على تليف الكبد. أيضا دهان القدم، بطن القدم للأطفال بهذا المخلوط يقيهم من أمراض الجهاز التنفسي حتى الأطفال الرضع. وباختصار فإنه حديثا ثبت أن زيوت الثوم الطيارة وعصرته لها تأثير قاتل على كثير جدا من الميكروبات المسببة للأمراض المختلفة، وهو أقوى تأثيرا من عصير البصل، ويفيد في معظم الحالات التي يستخدم فيها. قبل أن أختم الكلام عن حديث أو عن فوائد الثوم الطبية، فله أضرار يجب أن نعلمها. إذا زاد مقدار الثوم المستخدم عن حد معين، فإن ذلك يسبب زيادة في ضغط الدم، وله كثير من الأضرار على النساء الحوامل. تناول الثوم بكميات كبيرة يؤدي إلى الشعور بالغثيان، النفخة والغازات وحرقة المعدة وغيرها من مشاكل الهضم، ولكن تناوله مع أغذية أخرى قد يقلل من هذه الآثار الجانبية. الثوم يحتوي على خصائص مضادة للتخثر، وبالتالي فهو يساهم في تخفيض خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية، ولكن تناوله بكمية عالية يؤدي لزيادة ميوعة الدم، وبالتالي بيرفع من خطر الإصابة بالنزيف، وخاصة في الحالات التي يتم فيها تناول مميعات الدم مثل الورفرين. كما ينصح بتجنب تناول الثوم قبل إجراء أي عملية جراحية بفترة لا تقل عن أسبوع. من ضمن الآثار الجانبية للإفراط في تناول الثوم هي رائحة الفم الكريهة، رائحة كريهة للجسم، الغثيان والتعب، الصداع، التعرق، هبوط سكر الدم. كذلك بعض الأشخاص بتتعرض إلى حروق كيميائية في الفم وتورمات دموية في الكلى أو حساسية مهددة للحياة. لذلك تناولهم لكميات كبيرة من الثوم قد تكون خطيرة في بعض الحالات، تستوجب منك الاعتدال سواء في تناول الثوم أو غيره من المواد الغذائية واستشارة الطبيب. وقبل أن أختم أذكر آية من القرآن الكريم، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لم يحدد الله نوعية الأكل، ولكن أمرنا الله بعدم الإسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. وحتى يحيا الإنسان حياة طبيعية صحية، فيجب عليه عدم الإسراف. فالمعدة بيت الداء، ولذلك فسلسل الطعام وسلسل الشراب وسلسل النفس. أيضا كل ما خلقه الله فيه كل العناصر التي يحتاجها الإنسان، ولكن تختلف النباتات في هذه النسبة، وليس معنى ذلك أنني أكثر من نبات معين. والجسم يعبر عن نفسه وعن احتياجاته، فكل إنسان يعلم ما ينفعه وما يضره. وجعل الله شفاء سيدنا أيوب بالاغتسال والشرب من الماء. تمنياتي بدوام الصحة والعافية والسعادة للجميع. حنان يوسف.